دي حقيقة يا أيمن، وتوقعنا إن ده هيحصل الشوط الثاني. كان بين الشوطين على الطرد والتقدم النادي الأهلي بهدف، فوز مستحق، وما كانش عنده أي كانش عنده أي مشكلة إن الشوط الثاني هيبقى للنادي الأهلي أداء، وقلت هنسجل أكتر من هدف، والحمد لله طبعا. مبروك، ألف مبروك للعيبة ومجلس الإدارة، وفوز مستحق طبعا. صعب قوي تلعب مع النادي الأهلي وتقدم عليك 1-0 وفي طرد، صعب جدا 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 على اي فريق، مهما كان قوتك ومهما كان حجم لعيبتك بيبقى صعب جدا على حجم وقيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي الحلو الشوط الثاني استغل الطرد كويس قوي، ونتيجه 3-0 نتيجه مستحقه ما فيهاش اي مشكله، وكان ممكن تزيد كمان عن كده. الف مبروك لعيبه النادي الاهلي، مبروك التاهل للنهائي النهارده، وان شاء الله رب العالمين. ايمن هنبارك العشره ان شاء الله باذن الله.